بسم الله والابن والمقدس نفتح العدد الاولاد وبركتهم من الان والرغم الامين. هنتكلم عن صفوان الروح القدس موجوده في غلاطيا 5:22 اول ثمره من صفوان الروح القدس المحبه. المحبه يا اخوتي هي مفتاح السماء. المحبة هي مزبور السماء. لو معهوش مزبور مش هيدخل السماء. وأي إنسان يزور أي بلد حتى لو البلد اللي اتولد فيها أول سؤال في الجوازات يقول له فين المزبور بتاعك؟ سواء داخل البلد أو خارج من البلد يسألوا فين المزبور بتاعك؟ فكل انسان مسيحي لازم يبدا يجهز مزبور بتاعه الخاص بالسماء. الاجراءات والورق المطلوب 16 ورقه موجوده في كورنثوس الاولى 18 العدد 4 العدد 8. ونشكر ربنا كل ورق ببلاش. دلوقتي عشان تقدم على الجنسية بتاعت أي بلد لازم تترجم الورق وتدفع فلوس وتوثق الورق وتبقى شغلانة وتتعلم لغة البلد وترجع في الامتحان، لكن نشكر ربنا السنة كل الأجراءات فيها ببلاش. بس تجهز المزبور وتتعلم لغات السنة. تتعلم لغات السنة. هنا قدمها عن الموضوع. ندخل بقى في التفاصيل. المحبة كل عن سير المسيح نفسه. المحبة هو أنا. ربنا يقول المحبة هو أنا. الله محبة. الذي يحب يعرف الله، الذي لا يحب لا يعرف الله. لما في متى 22:34 الفريسي سأل المسيح: يا معلم أي وصية هي لعمرة الناموس؟ قال له يسوع نفسه: تحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. والثانية الثانية: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين تتعلق الناموس كله والأنبياء. تحب ربنا، تحب قريبك. ده اللي هيحصلنا. عشان كده في يوحنا 14 العدد 12 لغاية 17 المسيح بيقول ايه؟ وهذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. كل موجود في الكتاب المقدس. بس الناس المسيحيين يفتشوا الكتاب ويقروا الكتاب ويفهموا الكتاب ويحفظوا الكتاب ويعيشوا الكتاب. هذه هي المسيحية. وهذه هي وصيتي. يا رب وصيتك عايش تقول ايه؟ ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. كلنا عارفين المسيح حبنا. وليس حب اعظم من هذا ان يدعى حبوس النبي حبان وحب الغايه تموت غايه لما مات على السرير. لكن حبيتكم ومت عشانكم. انتم مفروض تحبوا بعضكم بعض. تحبوا بعضكم بعض. يا
ليس حب اعظم من هذا، من هذا الاحد نفسه انا احبائي، انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيتكم به. يا طب اللي مش هيرفع اللي مش هيعمل ما اوصيته ما يبقاش احبائي، ما يبقاش حبيبي. قال انتم احبائي، يبقى احنا حبايب ربنا. فاسمعوا الكلام الانجيل بيقول كده، انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيتكم به. طب الناس اللي عاوزه تسمع الكلام يبقى حاجه تانيه. لا اعود اسميكم عبيدا، ان العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم احباء لاني اعلمكم بكل ما سمعتم اني. ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم وتزهرت وتاتي بصبر ويدور شبابكم، فيعطيكم الان كل ما طلبتم باسمي. والعدد 17 يكررها تاني، لهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. انا العدد 12 وكمان العدد 17 في المجموعات لسه غير. عايز ياكد المسيحيين اللي هم يدعوا انهم هم يعرفوا ربنا واولاد ربنا الموضوع حتى اوصيكم يا رب احنا ما نستعجلش. الشرف العظيم انت تطلب مننا الطلب ده، ده طلب بسيط جدا، بس عاوز نعمه وعاوز قوه عشان ندخل في تفاصيل المحبه الموجوده في الكورسات الاولى 13 16 طلب زي ما قلت من شويه اللي عاوز يقدم ورا الجنسيه الخاصه بالسنه. المحبة هي أعظم الفضائل. أعظم من الرجاء وأعظم من الإيمان موجودة في الكورسات الأولى 13 13. أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، لكن أعظمهن المحبة. ليه؟ أن الإيمان والرجاء هينتهي بهذه الحياة. الفضيلة الوحيدة اللي عرفتها المعاني بعد الموت هي المحبة. هي اللي هتدخلك السماء، وهي اللي حواليك تسقط قدام ربنا، وهي اللي تاخد مكان حلو في السماء. في السماء ما فيش ايمان، ما فيش رجاء، خلاص ضمنا ودخلنا من خلال المحبه. اعظم الفضائل، اعظم من الايمان، اعظم من الرجاء. المحبة هي أول ثمرة من ثمار الروح، وهي آخر وسيلة ربنا عنها، هي الأولى والأخيرة. ليه؟ لأن المسيح قال عن نفسه أنا هو الأول وأنا هو الآخر. بما أن الله محبة، فإن المحبة هي الوسيلة الأولى والوسيلة الأخيرة. ورد بينهما محبة. ومن بينهما محبة. حتى يقيل عن يوحنا الحبيب رسول المحبة تلميذ كان يسوع يحبه، قال قبل ما يتبيع يمد تلاميذ عشان يوعظ في آخر حياته ويعلم الناس حبوا بعضكم بعضا. ومشي. آخر حاجة، آخر كلمات قبل ما نروح السماء، قالوا حبوا 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 بعضكم بعض. ولما دام الله محبة ونحن أولاد الله ونحن صورة الله،
والبلد لا يقبل محبيه، وإلا هناك مشكلة. عشان كده يوحنا الحبيب في رسالة الأولى 13 يقول لك أولاد الله زعلوه، أولاد إبليس زعلوه. وفي يوحنا الأولى 4:7-8 يقول لك كل من يحب فقد ولد من الله. كل من يحب فقد ولد من الله. نحب الله، نحب الناس، نحب الخير. المحبة هي خروج من الذات. اللي حب ذاته، حب نفسه، فيعرف المحبة أن موجودة في جزء من البشر. المحبة لا تطلب منه نفسها. يا ربنا يا ذات، حتى ربنا ما فيش ذات. عشان كده المسيح قال اول شر العرض البري ينكر ذاته، يهلك ذاته. ربنا في ذات لما ربنا مش مبسوط. الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. الله يريد الحب الذي في القلب. وزي ما قلت الصلاة يحب الله، الأعمال يحب الله، الصوم يحب الله، حضور الكنيسة يحب الله، العطاء يحب الله، كل حاجة من خلال الحب. بس المحبة لازم تكون محبة حقيقية. هكذا الحب حتى يبتسم. محبة حقيقية، محبة عملية، زي ما قال الرسول زي ما نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المحبة لها صفات موجودة في الرسل الأولى 13:4-8 لما تروح البيت تقولها او الناس اللي يسمعونا يقولوها في الكتاب المقدس عشان ما تضيعش وقت العصر. المحبة لابد ان تشمل الجميع بلا استثناء. المحبة تكون بحرارة وسخاء من كل القلب. زي ما قال معلومة بطرس الرسول بطرس 1:22 حبوا بعضكم بعضا بشدة. أو كده يا جماعة تذكروا محبتكم بعضكم لبعض شديدة. مش كده على الماشي على الطيارة، لا شديدة قوية. مش تأمين فواكه، مش أسلم بدون نفس، مش أسلم غصب عني، لا المحبة شديدة تطلع من أعماق القلب قوية. ربنا عاوز كده. حبوا بعضكم القلب بعضكم البعض من قلب ظاهر وبشدة. المحبة يجب أن تكون مخلصة بلا رياء. في رومية 12 العدد 19
يقول ايه؟ رؤيا 12 19 ومن اول عدد رؤيا 12 9 المحبه قد تكون بلا رياء. اعطيه رياء جوز القلب مش عارف الواحد يسلم عليه وانت موجود وتحبه وتكرهه. لا، حبه تظهر المحبه في تصرفاتك معاه وكلامك معاه. اوعى تكون تاخد واحد بالاحضان والقبلات وانت موجود ما تحبهوش او تتكلم عليه او تديله، دي رياء. ربنا حاسبنا على الرياء. المحبة قد تكون بلا رياء. كونوا كاملين الشر منتظرين بالخير. وبعدين عدد 10 وأدينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. في ود. ود. الناس بتود بعضيها. مش الناس الزمن ده مخاصمة بعضيها. تكلموا عن بعضيها. ودينا بعضيها. لا. يبقى ده فعلا مسيحية. الناس زي كده وهي بعض المسيحية، المسيحية بدون محبة تبقى ملغية، ملغية. لازم كإنسان مسيحي وعاوز السماء لازم تركز كلام ربنا ويكون الدين. ما تقولوش صعب ولا سهل. لازم تنفذه. تقول له حاضر من علي الدين يا رب اللي أنت هتقول عليه أنا هعمله. قدموا بعضكم بعضا في الكرامة. وبعدين يقول لا تكلم احدا او شر او شر. محتاجون تكون حسب قدام جميع الناس. ان كانوا ممكنا حسب طاقتكم تسالون جميع الناس. لا تنتقم من انفسكم يا احباء بل اعطوا مكان الغضب. ان كان عليهم قد امر وعند الفلسطين ان فعلت هذا تجمع لكم النار والغسيل لا يقدمون الشر بلغنا بالشر بالخير. لما محبة شديدة قوية محبة بلا رياء محبة للجميع بلا استثناء. يحبني ويحبني أحبه. الغني والفقير أحبه. سعيد الكبير أحبه. أحب بدون مقابل زي ما فعل المسيح. أحبنا بدون مقابل وما زال يحبنا. فأنت كأن الله لازم تحب بلا مقابل. زي ما قال الإنجيل إذا كنا نحب الذين يحبوننا فأي فضل لنا. لكن في الزمن ده يحبون أحب. من أكرهه أكرهه. اللي اتكلم عليا اتكلم عليا. لا، واللي سلم عليا سلم عليا. لا 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 لا. دي حاجات في العهد القديم. العين بالعين والسن بالسن. احنا في عصر النعمة. عصر النعمة. محبة تكون بلا استثناء. ثمار المحبة تكون بالرفق بالإنسان. دي المحبة العبدية. تبقى حنين. تبقى ودود. تبقى طيب القلب. بالظبط ده كسرة القساوة بين الناس. مش قلة محبة ولا ضعف محبة، ده في قساوة عكس المحبة على طول. في قساوة في التعاملات مع الناس في قساوة. عشان كده ربنا قال ولاد رحمة لا ذبيحة. قالوا العلامة
المحبة الرحمة، والرحمة ثمرة من ثمار المحبة. فالإنسان المحب إنسان كلامه حلو وطيب وحنين ويبدو. ثمار المحبة في مشاركة الوجدان. عبد الحال المسيحيه حياة الشركة في كل شيء، حتى في القداس شركة، في التناول شركة، في الأفراح شركة، في الأحزاب شركة. والمسيح قال كده: فرح مع الفرحين وكرم مع الباكين. دي المسيحية الحقيقية. يعني بنتألم معاهم تتألم معه بعض الأعضاء، لأننا كلنا جسد واحد، المسيح هو رأس هذا الجسد. مشاركة الوجدان. واستمر المحبة في الصفح والغفران. سلام المحبة في وقت الإنسان في مشاركة الوجدان في الصفح والغفران. عنده محبة يسامح ويغفر برحمة زي ما عمل المسيح وما زال يعمل. شو احنا بنزعله قد ايه؟ كنا بنسامح بس هو انا مسامحك ليه؟ عشان محبك. زي ما حكيت القصة بدرس المسيح قبل ما أصبح وسام وأخبر أنه سبعة في السبعين، ربما تسعين مرة. يعني زاد المسيحي يسمع على طول الخط، وسامع على طول الخط، وما يشيلش الحد على طول الخط. إن لم تغفروا لم أغفر، حملوا ترحموا. لما سامح ربنا هيسامحني. عشان كده الرسول بولس في افسس 4:32 يقول: كونوا متفارق، كونوا متفارق بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين. اية كبيرة، اية حلوة. اقولها تاني: في أفسس 4:32 الرسول بولس وهو من المسيحيين المؤمنين القديسين ما يأمرهم كونوا فيها أمر، كونوا متفارق بعضكم نحو بعض. اللطف عكس القسوة. إنسان القاسي ما عندوش لطف، اللي عنده لطف ما يعرفش القشر. كل المتفارق. هل المسيحيون ينفذوا الكلام ده؟ شفقين. الشفقة، شفقة تشفق على كل واحد. عشان يقول لك الكتاب المقدس لو احنا عملنا رمز احمر بقى يشفق عليك قوي. ناس كثيرة ما تشفع على الحيوانات، الرفق بالحيوانات. المفروض الإنسان يبقى عنده شبكة بلا حدود، عشان دي صفة من صفات مسألة المسيح. شفقين متسامحين، شفقين متسامحين. ما في تسامح، شبه في زعل ولا خصام ولا انقسام ولا طلاق ولا مشاكل زوجيه ولا مشاكل في الكنائس ولا مشاكل في العمل. يبقى الناس كده عايشه كده في السماء والارض. اخر حاجه انهي بيها الكلام، لان الكلام عن المحبه ده كلام كتير قوي. في نشيد الاناشيد العدد
واعتبروا ان سته والكلام حلو عن المحبه ان تحفظوه، لان المحبه قويه كالموت. المحبه قويه كالموت، الغيره قاسيه كالهاويه، مهيبه لا يغمر وزلت. وهنا كثيرة يستطيع أن تطفئ المحبة والسرور لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل صوب بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. كلام صعب، كلام شديد. أبو عبد الله إن أعطى الإنسان كل صوت بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. ربنا احتقرها. إذا كده مش عاوز الحاجات دي، أنا عاوز قلبك يبقى كله حب. ونفس الكلام موجود في كورسوس الأولى، ماشي مع الكلام ده. كورسوس الأولى 13 العدد 2 ويكلم كل الإيمان حتى أوكل الجبال، ولكن ليس للمحبة لبست شيئا كما تعلمت كل أرواني إن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس للمحبة فلا انتفى شيئا. كلام ده ماشي مع المشي الأمشية. كويس الأولى 13 عدد 2 مع المشي الأمشية 8 العدد 6. يا ريت دول الكلام مع بعضين ونحفظه ونعيشه، لأنه ده هو المزبوط